باب فضل الوضوء. عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بوضوء، يعني الفرق بين الفتحة والضمة، بوضوء اسم للماء المعد للوضوء، فالماء هو الوضوء بالفتح والماء، والوضوء هي عملية التطهر أو الوضوء نفسه.